احنا نديه واخر محطة هو اليوم الصباح مع السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. زد انا شخصيا ما انا زدت عودت على ما سامعه حتمية وكالة وطنية للاستعلامات في اقرب الاجال. تجمع ناس كل الجيش والامن والحرس كل ناس كل والخارجية والداخلية والناس كل باش تضبط استراتيجية وطنية وتكون تابعة لرئاسة الجمهورية او لرئاسة الحكومة وباش تكون معناها كما قلناها ايديها طليقة وتخدم بدون ضغوط وبدون توجيهات سياسية لا يعنيها الا امر واحد هو الامن القومي وامن تونس وسلامة ترابها وامن عبادها كما قلناها باش معاش الامور هذه ما تعششش عنا لان ما عندناش قوة عليها مش قوة عسكرية نحن قاعدين نغلطوا مش قوة عسكرية ما عندناش قوة مادية باش بلادنا تطوق مدة لا قدر الله من الاضطرابات والانفلات الأمني رحنا نبركوا.